إلى كتيبة قوقازية الهوية في بلاد الشام تعلن انشقاقها عن جبهة النصرة والجهاد في سوريا، وذلك بحسب ما يظهر هذا الفيديو التي عرضته شبكة رويترز. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في أرض الشام لأجل الجهاد في سبيل الله، وكتيبتنا اسمه مجاهدين كافكاز والشام، ومعنا إخواننا من كل عالم ومن كل ملة، ونحن نخرج من بيوتنا لنساعد أهل الشام كما قال سبحانه وتعالى. بيشلي إز دولة مهاجرين أنصاره. نحن نخرج من كتيبة الدولة الإسلامية في العراق والشام، ونحن كتيبتنا مستقلين، نحن مستقل، واسم كتيبتنا مهاجرين مجاهدين كافكاز والشام. ني دولة никакой короче большой جماعات. بالنسبة جماعتنا نحن مستقلين، يعني الآن مع الدولة، مع النصرة، ومع جبهة النصرة وكتيبة أخرى، نحن مستقلين. المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية باختلاق الأكاذيب لتبرير الضربات العسكرية على بلادها. الحكومة السورية ليست مسؤولة عن اعتداءات 21 من آب، بل المسؤول عن ذلك هي المعارضة التي قامت بخطف الأطفال والرجال من قرى اللاذقية وأحضرتهم إلى الغوطة، وقامت بوضعهم في مكان واحد واستخدمت ضدهم الأسلحة الكيميائية. وإلى دمشق وصلت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس لإجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين بحسب ما أفاد مصدر في الأمم المتحدة. وعلى خط الاستعدادات الأمريكية في المتوسط لضربة مفترضة لسوريا، رست سفينة يو اس سان أنطونيو الحربية الأمريكية في مدينة حيفا لتعبئة الوقود بحسب ما أعلن الجهاز البحري الأمريكي الذي وصف الزيارة بالروتينية، نافيا أن يكون الأمر متعلق بضربة محتملة لدمشق، واعتبرها بمثابة راحة مستحقة للملاحين وجنود المارينز. تركيا بدورها نشرت قوات إضافية لتعزيز حدودها الطويلة مع سوريا تحسبا لتدخل محتمل ضد النظام السوري، كما ذكرت وكالة دوغان التركية. أما روسيا فأعلنت أنها ستحذر خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل من أن أي ضربة عسكرية أمريكية ضد دمشق قد تصيب مفاعلا نوويا للأبحاث في هذا البلد.